الصلاة. اسم حضرتك يا معلم؟ خلينا بشوف احد. ممكن تعرفنا على حضرتك؟ احنا معنا العجل دوت. معاك العجل ده؟ اه. طلع على بلد ده؟ بلد اه. طلع على شعر براوي. شعر براوي. اه. عامل كام يا معلم العجل ده؟ ده اللهم صل على النبي ب 16,000. 16,000؟ ان شاء الله ب 17,000. طلع على النبي. خلاص يا دي. اصل الريف ان شاء الله يا معلم. اصل الريف. الشغل 2000. اللهم صل على النبي. حلو والناس حلوه والدنيا حلوه كلها. رقم تليفونك كام؟ 012-88-4368-48. معاك العقول دي ممكن تعرفنا على معلم عبد الله. صل على النبي. اللهم صل على النبي. انا على الفرازه ذكر على الفرازه. خالد انجليزي. صل على النبي. 14,600. اسمك يا معلم؟ عبد الله طلال. منين؟ مشمون؟ انت مدو ب 14,600. طبعا بكام؟ ب 14,600. عمره قد ايه ده؟ طلع النبي كده سنه. طب والذكر ده؟ 15,000. ب 15,000. نوع ايه ده ب 15,000؟ ده خليط وده خليط. ده خليط وده خليط. طلع النبي. رقم تليفونك كام؟ 010-89-92-7-93. متواجد ابو الفضل اشكور. طلع النبي. ربيع. ربيع. طب متعرفنا كده اسعار بعد اذنك كده يا معلم ربيع؟ افتكر انك طلع النبي كده. الاثنين دول مع بعض. الاثنين مع بعض. الدارين دول. بكام؟ ب 40,000؟ 40,000. 40,000 و600. نوع ده؟ بلد. بلد. ودي بلد خليط. دي خليط. عمره قد ايه يا معلم؟ ايه؟ عمره قد ايه؟ سنة ونص. سنة ونص. اسعار شدة ليه كده؟ شدة انا مش باين في السوق ولا ايه؟ لا يا عم مش باين. ودي تبع برضه 40,000 وكام؟ 600؟ اللهم صل على النبي. حاجة هنا فخرة على الفرازة السوق. سوق اشمونة. صل على النبي. حاجة فخرة. فخرة على الفرازة خليط. الاثنين دول ب 40. طب ودي يا معلم؟ ده ب 21. ده بكام؟ 21,400. 21,400. بس طلع النبي. نوع ده راجل؟ خليط؟ بلد. بلدي؟ بلد. بلدي ابن بلد. طب والاثنين هناك تبعك؟ اه. طلع النبي. انجليزي ده يا معلم عامل كام؟ طلع النبي كده. 18,100. 18,100. طلع النبي. حاجة فاكهة. صل على النبي. 18,000. 18,000. صل على النبي. حاجة فاكهة هنا. صل على النبي. رقم تليفونك كام يا معلم؟ 010-6-8-6-3-6-6-6. متواجد على طول في اشمون. على طول. طلع النبي. هنا حاجه فاكره. اللهم صل على النبي. يعني حاجه هنا المشاهد متمتع بنظره. متمتع نظرك. طلع النبي. اسم حضرتك يا معلم؟ سيد امين. سيد امين شراب. عرفنا كده يا معلم السيد كده. الاثنين دول مع بعضهم؟ اه. 35,700. 35؟ بلدي؟ اه بلدي. طلع النبي. حاجه بلدي. 35,700. الاعمار هنا قد ايه؟ اعمارهم قد ايه؟ سنة. طلع النبي. السوق السوق شادد ولا لا؟ اه كويس. شادد. طلع النبي. خلاص ايه؟ اصل الريف. اصل الريف؟ ان شاء الله. تطلع على قناة رقم تليفونك كام؟ 010-6-010-6-7-8-7-3. متواجد على طول في السوق. ايوه يا حشمون ومنوف وكده. حشمون ومنوف. طلع النبي. حاجه انا فاكره على الفرازه. طلع من مال الطيب. تحت امرك. مال الطيب. يعني كله في بعضه كده. الواحد بقى عامل 20,000 جنيه. طلع على النبي. في السوق اشمون مال الطيب. يا يابا. اللهم صل عليك يا نبي. طلع على النبي. كله في بعضه هنا. عرض هنا لما طلع النبي ب 20,000 جنيه. ذكورة خليط كلها بتطلع النبي.
بعد عامل له 20,000 جنيه بتطلع على النت كله صح صح عليك يعني. حاجه فاخره هنا وسوق اشمو والسوق ده لسه بنقول قريب صح حاج؟ اه لسه محطوط حفه جامده سوق اشمو مال الطيب. الريف الاوروبي ده؟ انا عارف ايه ده؟ اصل الريف يا معلم. ايه؟ اصل الريف ان شاء الله. اصل الريف. اللهم صل على النبي. رقم تليفونك كام؟ 010 6 6 7 6 1 6 8. تسمع حضرتك بقى؟ محمد ربيع الفوق. تواجد على طول في سوق اشمو. اللهم صل على النبي. بيع ب 21,000 جنيه. راجل خالد انجليزي بتطلع على النبي. واحد وعشرين ألف جنيه بيتباع ب 21,000 جنيه بتطلع على النبي. راجل انجليزي خالد. اللهم صل عليك يا نبي. معلم سامي افتكر ده عامل كام بتصير على النبي؟ الاثنين دول مع بعض. الاثنين دول مع بعض عامل كام؟ 46,000 200 جنيه بتصير على النبي بما يرضي الله. 46,000 بتصير على النبي. حاجه لحمه بتصير على النبي. بقول لحمه بتصير على النبي. حاجه فاخره في سوق اشمون بتصير على النبي. لو هتبيع بالميزان قلت له بيبقى كام؟ بالميزان. طلع على النبي محمد طاهر احمد طاهر محمد ابو تبع سنه حبيبي هو بس كده هو حبيبي تعالى بموت تعالى بموت عامل كام؟ احنا طلع عشان اهل طلع على النبي لحم الكفر السيف لحم واحد تعالوا من ده قداش لا هاتش عشان ما عورناه طلع على ليش هاتش نصاته نصاته يا ابني اقعد يلا اقعد يلا وقتك كده يلا اما طلع على حاجه فخره بقى النار اللي هناك ده عامل فيها تبقى لك ده عامل 26,000 واحد لا 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 26,000 طلع على النت صاحبه صاحبه اللهم صل على النبي اللي عنده مسلسل كام كام ده يا حبيبي 26 هو جاي لسه هتسيبه بس دلوقتي قطع من نفر غطان معلم عشان اقطع فيه هو معلم بنام كده مشهور عامل ازاي يا معلم ده؟ لا شوف يا عامل يا فلان صورك العب يا صورك العب تعال اهو المعلم بلال والمعلم السيد مكتوب لنا في الملك طاهر البلد يوكل صل على النبي اصل الريف ان شاء الله الريف هو اكثر 23,000 طلع النبي 23,000 20,000 500 طلع النبي طب والجزم
والاثنين دول بيجيبوا 35,000. 35,000 عاملين كام يا معلم الجزء ده؟ ها؟ 41.5. صلى على النبي. لحمة على الفراخ. المعلم هيثم بتاع شغل. ما بيجيبوش الكلام ده. لا يا عم الحاج الله وكيل الكلام ده 45 ونص وهم اذوا في كده عليا اصلا كمان يعني هم اذوا في كده اللي عنده من نكد ده بص اجوز مثال اهي 2% اهي مفيش حد عنده من امشي جاي صلى على النبي تريزان تريزان حضرتك ايه؟ هزت؟ البقره دي عامله كام يا معلم عيد؟ 18,000 صلى على النبي عمرها قد ايه؟ لحمه برضه؟ اصل الريف يا معلم اللي جنبها دي يا معلم كم؟ 12,200 طب واللي جنبها دي يا معلم 19 بسرعه بقول لك انت هتطلع على شر الارض ولا حاجه اصل الريف يا حبيب قلبي اصل الريف بامر الله الريف المصري اي منظر كده عامله كام دي؟ صلاه النبي صلاه على النبي حبيبي عامله كام دي يا معلم؟ دي ب 20 و100 ب 20,100 بطل 20,100 19 700 طلع بقى الجاموس ده؟ لا يعمل له كام؟ بتعمل له 22,000 عامله 22,000 بس لحم بقى لحم كله لحم هنا السوق اغلبته لحم طلع عندنا طب والثاني اللحم دي يعمل كام؟ دلوقتي هتعمل لها 17,000 17,000 17,000 رقم تليفونك كام يا معلم؟ 010/5/111/397 في اي وقت يا حمزه شاري البقره دي 10,700 بالصلاة على النبي قاعد تطلع وتلاقي حاجات دي النهارده باذن الله قناة اصل الريف ان شاء الله عاملين كام ده يا محمد؟ حاجة في الفرزة اللهم صل على النبي حاجة في بار انجليزي اللهم صل على النبي النبي تصور لي مع المال اللي شرف ده اهو والنبي تصور لي مع المال اللي شرف ده شوف الاستمارة لو كان ربنا جاي في طيارة اللهم صل على النبي حاجة فخر نوتي على الفرزة اللهم صل على النبي بار انجليزي اللهم صل على النبي حاجة فخر اللهم صل عليك يا نبي عند المعلم محمد علي متواجد في الاشكون منوفية صلى على النبي يا محمد ب 42,000 صلى على النبي طب واللي معاك دول صلى على النبي دول مش بتوعنا دول طب وده بعد اه ده يدفع 11,700 وده يدفع استنى استنى بكام؟ يا ابراهيم ده احنا والله العظيم وحياتنا 11,800 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 11
معلم محمد عادل متواجد على طول سوق اشمون منو. رقم تليفونك يا محمد؟ 010 3 2 3 4 3 4 0 5. صل على النبي. خش يا معلم خش كده وخش كده وخش كده وخش كده وخش معلم عليك كده يا عم والله يا جدع دور وقرب كله بخمسة وستين كل الخمسة دول الخمسة بخمسة وستين ليه يا عم؟ ألف وستين ألف أي كده أيوة يا عم خمسة أجير في أبني شدد ولا مراية؟ شدد فوق شدد لفوق السبب ايه بقى؟ السبب مش عارف يعني 11000 لحد 13 13 ونص طلع عندنا اتفرج كده ونعرض الحاجات طلع عندنا عرض هنا راجل عرض مفتوح عمال الطيب طلع ما بيخلصش حداشر لحد 13000 جنيه حصل على الناس 11000 كلهم نوكيو حاجة فاكرة حصل على الناس دلح يا بت دلح يا بت ام للمصدر بتاع اللبن دي بتاع اللبن بتاع اللبن حدوه يا حبيبي حدوه يا ابني عامله كام يا حبيبي 14 ونص 14 ونص اذكر الله اذكر الله كبت اللبن يا ابني 14 اطفال جيبوا يا كريم ما خلي بالك من عدة الصحاب تعرف على اسعار البار اللي احنا طلعنا بيها البلد اللي عامله كام ان شاء الله 21000 ونص واللي جنبها 16000 واللي هو 40 بالغرفه دي 10 بقى لو عايز تعرف 10 10 بقى نضاف عامله كام 16 و100 16 و100 طلع على النت 10 حد بقى مش خارج عم احمد اللعنه طلع الناس خلاص طيب حاجه فاخره يا اب جنبهم بس تعال اللهم صل على النبي حاجه هنا فاخره اهي في السوق الشمول الدولي بار عاملة كام دي بتطلع النبي كده؟ عاملة كام يا معلم؟ صباح الفل يا حاج اسم حضرتك ايه؟
حق على عرفنا كده والنبي حق على السعر البقرة دي بتطلع النبي كده وراها ايه وراها انشاد بتطلع النبي طلع النبي حاجة فتحة اللبن 10 كيلو لبن طلع النبي دي انشاد بتاعت عادي طلع النبي دي ثانية الثانيه تبع الفقري هو يا عم صور عامله كام يا معلم البقره دي 25000 جنيه وراها تكر ولا انت اللي انت اللي هناك دي سمراء لا حمراء حمراء طلع على النبي بجي بكري والله بكري اول ولد يعني اول ولد بكار بكار بكري بكار امتى بقول بكار الشراوي الحاج عبد الرحمن طلع النبي مش هو الحاج عبد الرحمن رقم التليفون رقم تليفونك كام 12 75 8 0 6 8 6 طلع النبي اسمع هذا قبل الحاج عبد الرحمن عمره صلى على النبي صلى الله طيب حاجة فخر على الفرادة عاملة كم دي عاملة دي كم 23 يسأل وراء ولا دك وراء انتية طلع عنا 16000 جنيه طلع عنا اليوم 16000 والله غريبه المنيه اللهم صل على النبي الواحد ب 16000 جنيه طلع عنا الواحد بكام السنه دي عامل كام يا معلم عشر ثلاث طلع الناس ايه مرة انت بتصور لها مرة حبيب عاملك عامل كام على مسافة دي 12000 طلع الناس ارفع ولسه رابعة